الثانوية العامة مش تالتة بس. الهدف الأهم اللي دايما محتاج تركز عليه كطالب في ثانوية عامة أولي أمر ابنه في المرحلة الثانوية هو التأسيس. النظام الجديد بقراراته بيهدف إنه يرسخ إن الثانوية العامة مش تالتة ثانوي بس، لأ دول تلت سنين مكملين لبعض، سواء في المعرفة أو التأسيس للمرحلة الجامعية. فرجاء لو أنت في أولى أو تانية ثانوي ما تقولش المهم أنجح وأبقى شد في تالتة، هركز جامد في تالتة، لأ انت محتاج تاخدها جد من دلوقتي، لان ده هيوفر عليك كتير. اولا لان المعلومات مكملة لبعض، ثانيا لان النظام الجديد اجبرك تاخد مواد معينة مرة واحدة بس خلال الثلاث سنين، وده معناه انك فيما بعد لو حبيت تتخصص فيها وتدرسها في الكلية هتكون دي هي فرصتك الوحيدة لتأسيس نفسك فيها كويس. في ثانوية عامة كل مرحلة بتتبني على اللي قبلها، لو استهترت في اولى او تانية هتلاقي نفسك في تالتة بتحاول تعوض وتتعب اكتر بكتير. الفكرة مش بس انك تعدي الامتحانات وتنجح، الفكرة انك تتأسس صح وتبقى جاهز لاي حاجة هتواجهك بعد كده، سواء في تالتة ثانوي او في الجامعة. كل مادة بتدرسها دلوقتي هي حجر اساس لمستقبلك، اهتمامك بيها من دلوقتي هيكون سر نجاحك. ما تفكرش ان تالتة ثانوي هي اللي هتحدد مستقبلك، ابدأ حط لنفسك خطة من دلوقتي، وخلي كل سنة في الثانوية العامة خطوة قوية اتجاه تحقيق هدفك الكبير. مستقبلك بيتبني من دلوقتي فبنيه صح. انا مستر احمد فايد مدرس لغة انجليزية، اعمل لي فولو واستنى الفيديو الجاي.